بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبناء الكنيسة المحبوبين، الكهنة والشمامسة والشعب في إبرشيت هولندا القبطية الأرثوذكسية، أحب أن أنا أهنئكم بعيد الأيام المجيد، وأتمنى ليكم في هذه المناسبة السعيدة أطيب الأمنيات بالصحة والسلامة. وإن كان غيابكم عننا في هذا العيد يعز علينا، لكن انتوا في قلبنا، واحنا بنصلي دايما من اجل ان ربنا يعدي هذه الايام بخير وبسلامة كل الناس وباقل قدر من الخسائر، ونرجع تاني نشوفكم تنوروا كنيستكم وتفرحوها بوجودكم في حضنها. واحب ان انا اتأمل معاكم في عيد القيامة. طبعا عيد القيامة هو افخر الأعياد المسيحية، أعظمها وأجلها شأنا، لأن قيامة المسيح بتعني النصرة والغلبة والظفر. المسيح قام بسلطان لاهوته، قام والقبر مغلق، لأن هو وحده القدوس الحق اللي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. قيامة المسيح كانت برهان على محبته لجنس البشر من أجلنا، قبل الألام في الجسد عشان يعطينا حياة. ومفيش حب أعظم من هذا، إن الخالق يبذل ذاته من أجل أن يرد الخليقة لرتبتها الأولى التي سقطت وزالت عنها هذه الرتبة بالخطية وبالإثم وبالعصيان. عشان كده يقول الكاتب إنجيل يوحنا، يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وتعالوا بينا نتأمل في قيامة المسيح في ثلاث نقط، من خلال الكتاب المقدس، ومن خلال أقوال الآباء وتعليمهم، ومن خلال الكنيسة وإيمانها الثابت من الأجيال الأولى. النقطة الأولانية اللي هنتأمل فيها إن قيامة المسيح أكدت على إتمام عملية الفداء. ونرجع نجيب القصة من أولها، لما آدم أخطأ وصدر عليه حكم الموت، ومن خلال آدم ماتت معه كل ذريته، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. لأن البذرة ولدت من آدم بعد سقوطه في الخطية، يعني النسل بتاع آدم لما ولد كان آدم سقط في الخطية وصدر عليه حكم الموت. عشان كده نسل آدم كله ورث حكم الموت اللي حكم بيها الله على آدم، يعني ورث حالة آدم الفاسدة، وصارت كل الذرية خاطئة ومحكوم عليها بالموت. وأغلق الفردوس، لم يستطع أحد من نسل آدم أنه بعد موته يعني أنه يدخل الفردوس، ظل الفردوس مغلقا في وجه الجميع، لأن الكل أخطأ كما يقول معلمنا بولس الرسول في روميا، يقول بخطية واحدة صار الحكم على جميع الناس للدينونة، يعني انتشرت الخطية الأصلية إلى جميع بني آدم. لكن من محبة ربنا للإنسان إن هو وجدت عقيدة الفداء والخلاص والكفارة، يعني بموت المسيح، يعني بدل يعني الكفارة إن واحد يموت بدل واحد، فكما آدم كان عليه حكم الموت هكذا المسيح شال عنه حكم الموت ومات هو بدلا منه، زي ما بيقول برضو معلمنا بولس في كورنثوس الأولى، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. لكن اللي حصل ان احنا ولدنا من آدم بعد ان تلوثت الطبيعة، فورثنا منه الطبيعة الفاسدة الملوثة، وما كانش في الامكان ابدا ان اصلاح الطبيعة البشرية الفاسدة، كان لابد ان تتغير، لابد ان تتجدد الطبيعة. وده يعني اللي بيتم فعلا في العهد الجديد، في عهد النعمة، لما بنمارس سر المعمودية وبتتولد طبيعة جديدة في الإنسان، وكل الأسرار في الكنيسة استمدت قوتها وفعاليتها من قيامة السيد المسيح.
لأن المسيح له المجد، تمم الفداء بموته على الصليب بدل من الإنسان، وشال عنه عقوبة الخطية اللي هي الموت. وسيد المسيح بصفته نائبا وبدلا عن الإنسان حمل حكم الموت زي ما قال عنه أشعياء في النبوات: والرب قد وضع عليه إثم جميعنا. هو ده الفداء، أن واحد بيموت بدل واحد، بيبذل نفسه عن الآخر ويتحمل حكم الموت فيفديه أنه يموت عوضا عنه. وهكذا السيد المسيح بتجسده وتأنسه من القديسة العذراء مريم صار نائبا عن البشرية بأكملها، وانتقلت البشرية، كانت انتقلت إليها الخطية، ورثت الخطية الجدية، خطية جدنا آدم. وصار المسيح هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. وعشان كده السيد المسيح في بستان جثيماني تحمل آلام شديدة جدا، وقال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. وقال: الآن نفسي قد اضطربت. ابتدى يعبر عن شدة الآلام وضرورة أنه هو يحتمل الآلام، وقال: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ومشيئة المسيح هي مشيئة الآب، نوع واحد، فيش تعارض بين الأقانيم في تدبير الخلاص، الأقانيم الثلاثة اشتركت في تدبير الخلاص. لكن المسيح في بستان جثيماني كان يعبر عن البشرية كلها اللي هي طردت من الفردوس واللي كان محكوم عليها بالموت، فكان يصلي إلى الله وكأنه إنسان يقوم بعمل الفداء نائبا عن البشرية. لكن طبعا لاهوته لم يفارق ناسوته، ظل متحد بالناسوت اتحادا كاملا. لكن اللي حصل ان اللاهوت لم يتدخل في عمل الناسوت، يعني ما رفعش عنه الألم، بل تألم الناسوت ألام كاملة نيابة عن الإنسان حتى يتحقق العدل الإلهي. يعني بتعبير آخر أقول لكم إن اللاهوت ترك الناسوت يتألم ولم يفارقه، تركه يتألم ولم يتدخل، يعني لم يخفف عنه الآلام عشان يعطي العدل الإلهي الفرصة إن هو ياخد حقه من كل الآلام، من كل حكم الموت اللي كان على الإنسان. لكن اللاهوت لم يحدث أبدا إن هو فارق الناسوت، بل ظل متحدا منه بدون افتراق. مات المسيح كإنسان لأنه وحده الفادي وليس بأحد غيره الخلاص. قام بسلطان لاهوته، بقوة لاهوته، لأنه هو الحي الذي لا يموت إلى الأبد، وكان هذا إتماما لعملية الفداء. دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن قيامة المسيح كانت غلبة وانتصار وقوة. والحتة دي بنفهمها أن المسيح انتصر على الخطية والشيطان والموت بالصليب، فهزم الخطية وهزم قوة الشيطان وهزم سلطة الشهوة والخطية بالموت، وكان يتبقى له أن يغلب الموت، فغلب الموت بالقيامة. والبشرية كلها والتلاميذ وكل الناس لم تكن تصدق وقت الصلب والدفن في القبر أن المسيح غلب الموت. لكن لما المسيح انتصر على الموت والشيطان وقام من الأموات وظهر للتلاميذ وحيا في اليوم الثالث ورأوه في قوة وسلطان عظيم، وأثار جراحات الصليب كانت لازالت باقية في جسمه القائم الأموات، أعلن المسيح بقيامته أنه قد هزم سلطان الموت. وهكذا غلب المسيح الخطية بالموت وغلب الموت بالقيامة من الأموات. وكانت قيامة المسيح من الأموات كانت قيامة فائقة، وانتصر وخرج من القبر، والقبر كان مختوم بالأختام. والكلام ده في فجر الأحد قبل حتى ما يرفعوا الحجر وقبل أي حاجة. ترك الأكفان موضوعة مكانها، والمنديل اللي على رأسه كان ملفوف وموضوع وحده، وكان بجسد قيامته كان يتجول
في الكون ويظهر للذي اللي هم بيحب يظهر لهم، زي المريمات، زي التلاميذ، زي المؤمنين، ويتكلم معاهم عشان يثبت قيامته، وبعدين يختفي فترة وبعدين يظهر لحد تاني في مكان آخر. وفي مساء أحد القيامة لما ظهر للتلاميذ يقول: والأبواب مغلقة، يعني مقفولة بإحكام في العليقة. والتلاميذ والمؤمنين لما اختبروا القيامة، قيامة المسيح من الموت، وشافوه حي من الأموات، اختبروا فيها حياة جديدة، قوة أقوى من كل قوة أخرى تسبب لهم الرعب أو الخوف، أقوى من الخطية اللي في عقل الإنسان ومشاعره وعواطفه الجسد، أقوى من الموت، وده كان أكبر سبب لخوف الإنسان. وأدرك التلاميذ والمؤمنين كلهم بيقين شديد أن المسيح حي، سيد ورب الكل، له سلطان في السماء وعلى الأرض وفي الخليقة كلها، في العالم المنظور أو في العالم الغير منظور. فكانت قيامة المسيح بالحقيقة هي انتصار. النقطة الثالثة في موضوعنا النهاردة هو حضور المسيح. فقيامة المسيح من الأموات ما بقاش لقوانين الطبيعة سلطان على جسده القائم من الموت، عشان كده مثلا نلاقيه خرج من القبر وعليه الحجر، والحجر اتحرك بعد الزلزلة، جه الملاك نزل من السماء وتحرك الحجر كان يعلن القيامة. والسيد المسيح في مساء هذا اليوم دخل العليقة والأبواب مغلقة، لقوه واقف في وسطهم. وطول فترة الأربعين اللي كانت بعد القيامة كان بيظهر للتلاميذ فجأة يلاقوه واقف في وسطهم، كأنه كان حاضرا معهم في نفس المكان من غير ما يشوفوه. وبعدين بعد ما يشوفوه يعطيهم السلام ويتكلم معاهم، وبعدين يختفي عن عيونهم، ما يشوفوش مرة تانية رايح فين. ظهر لبطرس، ظهر ليعقوب، ظهر لاتنين من التلاميذ زي تلميذي عمواس، مرة ظهر للتلاميذ وهم مجتمعين أكثر من مرة، مش مرة واحدة. وكان يريهم أثار الجروح في يديه وفي رجليه، وكان يأكل معهم، وكان يكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وهكذا استطاع التلاميذ أنهم يحصلوا على حقيقة جديدة في حياتهم، أن قيامة المسيح من الأموات صار بذلك حاضرا معهم. ممكن ما يكونوش شايفينه بعيونهم الجسدية، لكن نتيجة لظهور الرب في وسطهم ثم اختفائه عدة مرات. وأيضا لاحظ التلاميذ أن الرب يسوع بعد القيامة كانوا بيشوفوه بعيونهم وممكن ما يعرفوهوش، لكن لما يظهر لهم ذاته كان يبتدوا يعرفوه، زي في أول مرة قابل مريم المجدلية وافتكرته أنه البستاني، ومعرفتوش لما ندى عليها وقال لها يا مريم، فعرفته لما هو حب أنه يعرفها بذاته. وزي ما حدث مع تلميذي عمواس، كانوا في البداية مش عارفين، وكانوا فاكرينه واحد مسافر في الطريق. وزي ما حدث أيضا في ظهوره لسبعة من التلاميذ على بحر طبرية، ولم يتعرف عليه التلاميذ لحد ما يوحنا الحبيب قال لهم هو الرب وعرفوه. ده بيورينا أن إدراك الشخص المسيح الحي بعد القيامة مش بالحواس الجسدية الطبيعية، لكن أن المسيح يظهر ذاته للحاضرين من التلاميذ ومن المؤمنين. فالمسيح إلهنا القائم من بيت الأموات هو حي دائما وحاضر دائما، لا يحد مكان ولا زمان. وزي ما هو وعدنا في تجسده وقال: حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون هناك في وسطهم. وقال كمان بعد قيامته: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فالمسيح إلهنا القائم من الاموات حاضر دايما، وحضوره في وسطينا بيعطينا قوة ويعطينا حياة، وحياة لا يسود عليها الموت. فنحن نعيش في قيامة المسيح، نحن نعيش في قوة حياته، زي ما هو قال له المجد: أنا حي فأنتم ستحيون. وقال في سفر الرؤيا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد
الآبدين. هكذا أحبائي في يوم عيد القيامة المجيد نعيش في قوة القيامة. القيامة أتمت لنا عملية الفداء، القيامة هي انتصار وقوة، القيامة هي حضور حي للمسيح في وسطنا. يبارك الرب في حياتكم ويعطيكم أعيادا مباركة سعيدة، ونحن نؤمن أنه بقوة القيامة سيعطينا الرب انتصار ويعطينا غلبة ويعطينا قوة إيمان نتحمل بها هذه الأزمة التي بيمر بها العالم كله في هذه الأيام الصعبة، ونشعر بنعمة ربنا وبرحمته وبعطفه على أبناء ونحن البشر. نحتاج إلى معونته لكي يحمينا وينجينا من الخطر الداهم الذي دخل علينا في هذه الأيام. ونراكم بخير في أعياد مقبلة، وكل عام وأنتم بخير.